حضور الكرام، احتدمت المنافسة وبلغ الحماس أشده على مدى يومين. أكاديمية MBC وبشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحييكم في هذا اليوم الكرنفالي. أكيد مبسوطة جداً بعد يوم جميل ومرهق ومتعب في كل المشاعر هاليوم مختلط، وزعلانين إننا رايحين صراحة وتركينكم. بعد نهاية هذا الاحتفال الجميل أقول ألف 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 مبروك لكل الفائزين. جميل أن تحيي الأمل في قلوب أي مبدع. أعلننا عن 13 فائز، وأهني كل الفائزين، واللي ما فاز إن شاء الله الفرصة قدامكم. شكراً لMBC أكاديمي، شكراً لهيئة الترفيه، شكراً لهذا الإبداع وصناعة الفرح. من هنا من منطقة تبوك، وداعاً يا تبوك الورد. أو أقولها بالفم المليان، فقط عبر منصة MBC أكاديمي نقدر أن نحول المواد التاريخية إلى لغة إبداعية. إحنا فخورين ومستعدين إن شاء الله نقدم الأحسن. أثق 100% إن شاء الله بإذن الله أني راح أفوز. كل الشكر والتقدير لMBC أكاديمي ولهيئة الترفيه.